هل هناك لفظ موجود في الشرع في حق من يتهاون بشيء أو أنه شخص قل فيه الخير كما يتداول عندنا يقال فلان اغسل يدك منه؟ لا أعلم حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن ورد عن بعض السلف كما في الحلية لأبي نعيم قال إذا رأيت الرجل يتهاون بالتكبيرة الأولى فاغسل يدك منه. فإذا هذه اللفظة المتداولة على ألسنتنا في حق من هو قليل الخير أو ضعيف في الإقدام على الخير أو في فعل الخير هذه وردت عن بعض السلف